الأنواع، الفعل هو الكلمة التي تدل على الغياب لعمل معين في زمن معين، والتقسيم على ثلاثة أنواع: ماضي، مضارع، وأمر. نعم، شكرا، أحسنت. عرف الاسم وهي أنواع. الاسم هي كلمة تدل على ذات أو مسمى معين، وتقسم إلى أربعة أنواع: الإنسان، إنسان، وحيوان، ونبات، وجماد. الحروف وما هي الحروف؟ وهي الكلمات التي لا تعطي معنى بمفردها إلا إذا جاءت مع غيرها، مثل الكاف، الواو، الباء.